مرحبا. بحياتنا في كتير سلوكيات، منها بنمارسها بالخفا ومنها اللي بنمارسها بالعلن. واللي بنمارسها بالخفا احنا بنعرف انها خطأ لكن ما بنعترف فيها. في جدل رح نشوف كل هاي القضايا، وخاصة اللي ما بنرضى نعترف فيها حتى لو بيننا وبين حالنا. رح نحكي بالموضوع بكل شفافية وبكل صراحة، ونحاول نلاقي إجابات للأسئلة اللي بتدور بمخيلتنا، واللي بأغلب الأوقات بتكون الإجابات عليها إما صادمة أو مخيفة أو حتى ممكن تكون غير مقبولة بنظرة المجتمع. رح أكون معكم عبر شبكة منصات اللي منحاول في برنامج جدل إنه نلاقي هاي الإجابات ونسلط الضوء على هاي القضايا المجتمعية. حيتصور أو رح يتم تصويره بين الولايات المتحدة والأردن ببداية شهر تموز. شبكة منصات رح تلاقوا كل روابطها في صندوق الوصف، واللي بتمنى إنه تشتركوا فيها لحتى تتابعوني بكل أسبوع في برنامج جدل. أنا شهد. Thank you.